هذا وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار قدمته المجموعة العربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى ذلك أيضا دعت مصر الجمعية العامة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محذرة من توسيع نطاق الحرب بانضمام أطراف إقليمية إلى الصراع، كما أكدت مواصلة جهودها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى استغلال جميع السبل لإعادة إحياء عملية السلام. وفي الجانب العربي أيضا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مجلس التعاون الخليجي أن ما تقترفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعيدا تماما عن حدود الدفاع عن النفس، كما أكد مجلس التعاون الخليجي دعم مبادرة السلام العربية. كان مجلس الأمن الدولي قد فشل مرتين في إقرار مشروعي قرارين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عبرت قافلة مساعدات إنسانية إلى الجانب المصري من معبر رفح وتفرغ حمولتها في الجانب الفلسطيني، هذا وتواصل قوافل معدودة من المساعدات الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلا أن المنظمات الدولية اعتبرت أن هذه الكميات تكاد لا تذكر مقارنة بحاجات سكان القطاع. في الوقت ذاته يواصل مطار العريش استقبال قوافل المساعدات عبر طائرات عدد من الدول والتي تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية. من جانبه دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إلى ممرات إنسانية وهدنة تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بعشرات الصواريخ العديد من المدن الإسرائيلية من بينها تل أبيب ويافا وعسقلان. كانت إسرائيل التي تشن حربا غير مسبوقة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أعلنت أنها تستهدف القضاء بشكل كامل على قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية الصاروخية. أصيب 3 إسرائيليون إثر قصف صاروخي من قطاع غزة استهدف تل أبيب ووسط إسرائيل، وأصاب صاروخ أحد المباني في تل أبيب بشكل مباشر، كما سقط صاروخ آخر في يافا. وقد تم إغلاق مطار بن غوريون مؤقتا بعد الاستهداف المتكرر لتل أبيب. كانت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب ومحيطها أمس بعد رشقة صاروخية أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاقها ردا على قتل إسرائيل للمدنيين. يذكر أن تل أبيب تعتبر أكثر مدينة حيوية في إسرائيل، كما يلجأ إليها العديد من النازحين من مناطق الشمال.
ينضم إلينا الآن الأستاذ سعيد عكاشة الخبير في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا. دعنا نتحدث يعني على بداية عن يعني هذا القصف الجوي البحري والبري المكثف الغير مسبوق الذي تشهده غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني هل هذا يعني الأمر بمثابة يعني محاولة لحفظ ماء الوجه بشكل أو بآخر أمام الضربة التي وجهت في 7 من الشهر الجاري لكل الأجهزة الإسرائيلية تقريبا بما فيها جيش الاحتلال؟ يعني لا أعتقد أهداف الحرب واضحة بالإعلان بأنه إسقاط حكم حماس في القطاع وتجريد القطاع من السلاح تماما. فالعملية ليست بحفظ ماء الوجه، هي جزء مكمل لبداية إخلاء شمال القطاع من السكان بضغوط أمريكية وأوروبية. يعني كان لابد أن يتأخر في الدخول إلى القطاع، ولو على أنه ما كانش يعرف بالضبط مخارج ومداخل الأنفاق الموجودة، فهو خد وقته قبل ما قدر يعرف المخارج والمداخل. وكمان الضغوط الأمريكية والأوروبية لحماية المدنيين كانت فاعلة في نفس الوقت، فهجر 600 ألف أو 700 ألف فلسطيني إلى جنوب القطاع. وبالتالي هي بداية العملية، يعني هي اكتمال لعملية الغزو البري وليست حفظا لأي وجه كما يقال. طيب يعني التحرك البري وبعد الضوء الأخضر والاتفاق مع الجانب الأمريكي بشكل يعني واضح ومعلن كما نتابع جميعا، يعني لأي مدى هذا الأمر قد يسهم في تفاقم الأوضاع بشكل أكبر داخل قطاع غزة؟ يعني مأساة شديدة للشعب الفلسطيني في حقيقة الأمر، يتعرض لضربات قاتلة، حتى مستشفياته و دور عبادته تتعرض للهجمات، الأماكن مكتظة باللاجئين ولم يعد هناك مكان يمكن إلواء اللاجئين فيه، نقص في الغذاء، نقص في الوقود، نقص في التجهيزات الطبية والأدوية. يعني هناك مأساة حقيقية إنسانية على أرض الواقع، ولكن إسرائيل يعني تجيد ترويج في الغرب إنها تدافع عن نفسها. فتكتمل يعني المأساة بأنه حتى هناك يعني داخل القيادات في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية من يعني يرى أن ذلك حرب، وأن الحرب يمكن أن تقع فيها يعني مآسي من هذا النوع مع الأسف الشديد. وبالتالي الوضع من سيء إلى أسوأ، يعني نحن أمام وضع يعني كان الله في عون الشعب الفلسطيني في هذه الأيام. طيب دكتور سعيد، يعني إسرائيل كانت يعني قامت بعملية تأجيل لاجتياح البري لأسباب زي ما حضرتك قلت يمكن هي تكتيكية إلى حد ما، وللاطمئنان على الأوضاع حال قيامهم بهذا الاجتياح. يعني هناك أسرى موجودون لدى حركة المقاومة الفلسطينية، هناك أيضا متفجرات كانوا يتحدثون عنها، من الممكن أن يكون هناك شراك موجودة في أكثر من مكان قد تضر أيضا يعني إذا ما نجحت يعني هذه الأمور في النيل منهم، تدور أيضا بسمعة الجيش الإسرائيلي يعني الذي طالما تغطرس وتباهى بنفسه كثيرا. الجيش الإسرائيلي فقد سمعته تماما في المجتمع من أكتوبر، هو لم يعد هذا الجيش المخيف، ولكن دائما ما يتحول المتغطرس الذي يشعر بالغطرسة تجاه الآخرين كما تفعل إسرائيل، يتحول إلى حالة من الجنون عندما يتعرض يعني الذات بتاعته الى مثل هذا الاهانه الشديده بتوجيهات 7 اكتوبر من جانب حركه حماس والجهاد. فالعمليات لم يعد لديها ضوابط، يعني حتى هو يعني لم يهتم كثيرا بمساله وجود اسرى لدى حماس والجهاد، هو يمضي في طريقه وهناك تأييد جارف داخل اسرائيل في استطلاعات الراي 65% يقولون يعني يدخلوا القطاع مهما كانت التكلفه ومهما كانت الخسائر. ولأول مرة نجد رأي عام يدعم الحكومة في هذه الحرب بخلافا لكل الحروب الأخرى التي جرت ما بين حركة حماس وبين إسرائيل على مدى أكثر من 10 أعوام، 3 حروب
كبرى دارت في كل مرة كانت مسألة الأسرى مهمة جدا. الآن إسرائيل حتى لا تعتني بأسرها وتريد أن تدخل الصراع وأن تتحمل حتى خسائر بشرية في الجنود. وهناك تصميم مع الأسف من جانب الإسرائيليين على أنه مهما كانت التكلفة في المدنيين الإسرائيليين سيستمرون في حقوقهم. أشكرك دكتور سعيد عكاشة الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا الآن